يلا بقى يا بنات انا تعبت. يا ساره هديل يلا بقى. اتفضلوا. بصي يا ستي هنقي حجر تاني علشان ممكن يتلبس على كذا. بالراحه انا لسه ما قلتش حاجه. تتكلمي بسرعه قول. طب ممكن تركزي معايا؟ اوكي. هنقي الحجر ده علشان يبقى اكبر شويه عشان ما يبقاش كله يبقى فيه سيمتريه، هيبقى دمه تقيل. لا انا مش فاهمه انت قصدك ايه بالظبط. ايه الغباوه دي يا جماعه؟ انا مش طايقه نفسي. اكيد هتتحلي يا يويو. حمزه مش ممكن يوافق يقدم البرنامج بالشكل ده. وانت ايه اللي مخليكي متاكده للدرجه دي؟ ما هو مش هيتكلم عن السياسه والحياه في برنامج بيقدمه اتنين ستات. وهو انت ما كنتيش عارفه الكلام ده من الاول؟ للاسف كنت عارفه غلطت، بس مش عارفه في ايه. في حاجه كده كل ما اركبها على بعضها في البرنامج ما بتمشيش. ما تسبقيش الاحداث. لازم تاخدي حجر اكبر وتحطيه في الكليه علشان ما تحسيهوش معقول. ممكن تركزي؟ مركزه صدقيني يا هدين، مركزه اهو. ايه صدقيني دي؟ ايه الجو الكفتيسي اللي انت عايشه لي فيه ده؟ جو كفتيسي ليه يعني؟ ايه علاقه كلامي باني مسيحيه؟ هو انتوا كده ما بتحبوش تحلفوا؟ طب قولي والله. مش هحلف علشان حرام. شفتي؟ احنا بقى عندنا حلفان حلال. يا ستي خليكي في حلالك وسيبيني انا في حلفاني. انت مالك ومال الله؟ الله مش صاحبتي؟ يعني صاحبتك تدخلي في بقي؟ الله الله. ايه؟ ايه الحوار ده انت وهي؟ ما اللي عايزه تحلف تحلف واللي مش عايزه خلاص. المهم ان انتوا تكونوا صادقين، ده الاهم عند ربنا. يا جامد. يا بنتي احنا عندنا في الانجيل منعنا ان احنا نحلف. وبعدين عندنا آية بتقول لا تحلفوا البتة، وبتة يعني بتاتا. يا رب نكون فهمنا. أنا بصراحة مع سارة، المهم الواحد يكون صادق في كلامه. أنت عارفة إيه مشكلتك يا هدير؟ إيه؟ إن أنت متعصبة. أنا؟ أيوة متعصبة، وعلى طول حاطة المواضيع دي في دماغك. أنا مش فاهمة ليه. أنا اللي متعصبة ولا أنتوا اللي طريقتكم غريبة؟ إحنا اللي طريقتنا غريبة ولا أنت اللي متخلفة؟ وعلى طول بتتفرجي على أفلام متخلفة زيك. أنا؟ أيوة أنت من وأنت صغيرة، على طول تشوفي الراجل المسيحي طالع لابس صليب كبير وماسك في إيد خمرة والإيد التانية لحم خنزير وشعره منكوش علشان بس يثبت إنه مسيحي، صح؟ أنا؟ أيوة أنت. ده أنت بنت زبالة. أوعي. أنا بجد معاكي يا جان في حكاية الأفلام ديت، بس كنت عايزة أقول لك على حاجة كده من غير زعل يعني. لا مش هزعل. ليه المسيحيين الكبار في السن يعني بيبانوا ان هم مسيحيين؟ يعني تلاقيهم لابسين نفس اللبس، عاملين نفس التسريحه، بيمشوا بنفس الطريقه، حتى بيتكلموا بنفس الطريقه. يعني تشوفي كده على طول تقولي ان هو مسيحي. جبت انا حاجه من غندي اهي. لا على فكره مش في كل الطبقات، في الطبقات العليا مفيش كده، ولا في الشباب حتى. يعني هقول لكم حاجه، لو انا عملت كده هتعرفوا انا مسلمه ولا مسيحيه؟ اه وعظمه زرقاء كمان. كاتك اوى. يخرب بيتك يا دي، على فكره انا قريت قبل كده حاجه عن عظمه زرقاء دي بس مش فاكره كانت ايه. نسيت. ما خشي بقى منطقتك. اكيد منطقتي. هشكيكي دلوقتي. عارفين ايام الحاكم بامر الله في الدوله الفاطميه؟ هو كان شيعي في اول حكمه يعني، بس كان مطايق المسيحيين جدا. فقرر ان كل المسيحيين وهم ماشيين في الشارع يلبسوا صليب من حديد، معمول من حديد تقريبا كان كذا رطل يعني، وقعدوا كده شهور كتير جدا لحد ما قرر ان هو يعفو عنه. مطرح بقى ما كانوا لابسين الصليب الكبير ده، الحته دي بقت زرقاء فسموهم عظمه زرقاء. فهمت يا متخلفه؟ لا متخلف. انا متخلفه؟ اه متخلفه. عمرك سمعتي عن الكلام ده؟ قريتيه في حته؟ لا. تبقي متخلفه ولا ايه؟ صح. اكتر حاجه بحبها فيك يا جان ان انت مثقفه وقاريه كويس قوي في دينك. الموضوع مش موضوع ان انا مثقفه في ديني، انا بحب اقرا التاريخ عموما. يا جامد والله. صدقيني. الو. لسه كنت بفكر فيكي، وحشتيني. وانت كمان يا سو، ايه الاخبار؟ مفيش، العيال عندي. وطبعا كالعاده هديل وجان ماسكين في خناق بعض، واحده تقول والله والتانيه تقول صدقيني. قولي لهم انهم وحشوني قوي. هحطك على السبيكر، يلا خدي كلميهم. وحشتوني قوي يا اندال. ازيك يا هبله؟ شرم حلوه؟ جدا. مال صوتك يا بوبا؟ مفيش. لا 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 مش عايزه نكد، ابوس ايدك. الظاهر يا جماعه انا مغناطيس للنكد، كل ما اروح حته الاقي ورايا. ليه يا بنتي؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ لما اجي. طب اوعي يا بت تطلعي حد معاكي الاوضه. فاكره يا بت لما كنت بتعملي كده انت والواد سيف؟
البت دي نكدة، اقفلي السكة في وشها، اقفلي السكة في وشها. باي يا بوبا. يا ساتر. أيوة. يا رب. كلمي شريف وخدي ميعاد معاه بكرة الصبح. ليه انت قررت ايه؟ اهو بهجت المحامي لسه ماشي دلوقتي وفهمت منه شوية حاجات. طب وانت محتاجني في ايه بكرة؟ انت رايح عشان عقدك، انا عادي مفهوش اي شرط جزائي. ممكن تخلصي وتعملي اللي بقولك عليه، خدي معاك من شريف وما تتكلميش في اي حاجة في التليفون، فاهمة؟ حاضر. خلاص يا بنات، انا كده اتأكد انا بكرة هسيب البرنامج. طب ولا يهمك، ان شاء الله هتجيلك فرصة احسن مني. اكيد ربنا هيعوضك. ربنا هيعوضك؟ اه. ايه؟ صدقيني. في ايه؟ ايه القرف ده؟ قرف ايه؟ شفتيني قلت لها اذهبي انت في حمايه الرب. انت عايزه ايه هديل النهارده؟ عايزه ايه هديل؟ معلش ممكن تيجي توصليني؟ لا استني شويه، ما تمشيش دلوقتي. معلش متضايقه شويه، عايزه اقعد لوحدي. معلش. وانا كمان قرفت من البت دي، وانا هخسر البت دي الفتره اللي جايه. في ايه؟ انتوا ليه ضربتوا الليله بسرعه قوي كده؟ يلا 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 يلا، انتوا غلسين قوي. انك هاني عامل ايه؟ ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن وانت جاي يعني تقف على اي سوبر ماركت تعمل لنا شويه جروشريز؟ انا مش فاضي يا ديلي، انا عندي شغل. وبعدين اطلبي الدليفري. الدليفري قفله. خلاص استني للصبح واشتري اللي انت عايزاه. ايوه بس انا جعانه. اوه اطلب من اي مطعم يا هديل، ما انت عارفه انا لا بحب اخش السوبر ماركت ولا اشتري من السوبر ماركت. ماشي يا سيف، اقفل يا سيف، انا غلطانه ان انا كلمتك اصلا. اقفل. اه طبعا غلطانه. شت. واو. مدام سارة؟ تفضلي. مبروك. بوزيتيف. أنا من رأيي إنك ما تفسخش العقد، تطلب منهم برنامج جديد لغاية ما تسمع الخريطة. مش حمزة البسيوني اللي يحط نفسه تحت رحمة حد. بس المهم أنا اللي غلطان اللي سمعت كلام واحدة زيك. أدي آخرة اللي يمشي ورا النسوان. بت زيك تدبست التدبيسة دي. ما ترسلك على بر، مرة ولا بت ولا ولية ولا إيه حكايتك؟ مالكيش طعم، شوية كده وشوية كده. هتعمل إيه؟ أعمل إيه يعني؟ بعد ما نخلص الميتنج مع شريف هروح على مكتبي ألم حاجتي وأمشي. متعودة على كده خلاص. طب ما أقول لك على حاجة صحيحة.
ما تروحي تعملي لي كام اغنيه من اللي انت متعوده عليهم دول. ايه اتعودت تاخدني من الاقسام ولا ايه؟ لا طبعا. هستنى شويه بقى اشوف هعمل ايه. وهتصرف على نفسك منين يا فلحة؟ ارد عليك بطريقتك؟ وانت مال اهلك؟ احسن شمتان فيكي عشان تترزعي في البيت وبطلي صياعه. زين خليك هنا ما تتحركش. ماشي يا باشا. اوعى تعمل حاجه كده ولا كده، كفايه اللي حصل امبارح. سبريسو